طيب رح فوت بموضوع علاقة الحزب بالتيار، بس بدي سمعك اليوم كلام لافت لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد، بس اللي شو بتفهم منه؟ حين تمتد مصلح عم يحكي عن، اسمحوا لي أن أكون صريحا معكم لأقول بأن الاحترام والحوار مع الآخر تطبيقه في داخل من يحمل هذا الشعار في وطنه، أما حين تمتد مصلحته على حساب مصالحنا الوطنية لا يعود هناك مكان لا لاحترام الآخر ولا للاعتراف بالآخر أصلا، يعترفون بك طالما أنك تحقق مصلحة لهم. بالمعلومات موجه إلى الرئيس، رئيس التيار، بالمعلومات أنه هناك طبعا زعل، غضب صار عند الحزب من التيار الوطني الحر. ليه؟ بسبب الخطاب وتحديدا من رئيس التيار جبران بسير يلي بيعتبره مرتين أشار لتسمية شخص الأمين العام للحزب، مس بالمباشر، مس بالمباشر. وهيدا اعتبروه كتير صعب الرجوع عنه. لأجل هيك لما طلب النائب جبران باسيل موعد لمقابلة سيد حسن نصر الله كان الرد هل هناك شيء جديد؟ عرض الأسماء نحن بلغناك أنه سليمان فرنجي، هل مستعد تحكي بسليمان فرنجي والآخرين ولا بس بالآخرين؟ كان الجواب أنه نفس الكلام السابق بآخرين، فقالوا له ما في داعي لهذه المقابلة. مش معناته أنه تسكر الباب هون. هلأ الخطاب المرتفع، السقف العالي عند الطرفين رح يصير عند الجمهورين، هيدا بيعني أنه في توتر، وأنا بعتقد التفاهم انتهى، تحالف بين حزب من الله مصلحة والتيار انتهي هذا التفاهم أبداً. يعني أنه أنا كمراقبة لبنانية أو كمواطنة لبنانية أنا بتطلع بقول هل من مصلحة التيار أنه يفك ارتباطه أبداً مع حزب الله، وخصوصا يعني الإغداق بالمساعدات اللي اجته للتيار بالانتخابات النيابية ماليا وسياسيا، ماليا وسياسيا من مصلحته أنه يصير هذا أول الطلاق؟ أول شيء ما في مصلحة لحتى نكون منصفين لاثنين، يكون في طلاق للحزب وللتيار. نعم. بس أكثر للتيار. ليه؟ التيار اليوم، تيار الوطن الحر عم بحكي بنقد اليوم هيك إيجابي، خلينا نكون إيجابيين بالتعاطي وبعيدا عن الاصطفافات. أول شيء التيار ما عنده حليف آخر. التيار اعتاد على حزب الله من 6 شباط عام 2006، من 17 سنة وشوي، أنه كل شيء بده إياه جبران باسيل بيقولوا له نعم. عاش ربي نمي بالسياسي جبران باسيل بهيدا الاحتضان السياسي لحزب الله على كل شيء اللي بده اياه بنفذوا له اياه، وقفوا حكومات كرماله، بالمجلس النيابي تحالفوا معه، بالدعم اللامحدود، بالوظائف، 10 وزراء بالحكومات مره اللي بدك اياه. 17 سنه عاش جبران باسيل، الحزب يقولوا له نعم، لاول مره بيقولوا له لا. ما تعود جبران باسيل نفسيا وبسلوك السياسي انه الحزب يقول له لا. بس شو السبب؟ هل هو فقط الملف الرئاسي ولا كان في اكثر من موضوع؟ انا بعتقد خطا حزب الله، كان خطا حزب الله انه كان يقول نعم. حزب الله اطاح بكل حلفائه الاساسيين بالساحه المسيحيه من اجل جبران باسيل. اليوم اجا ليدفع الثمن. جبران باسيل اليوم يعتقد حسب معطياتي او جوه، يعتقد اليوم انه تحرر من حزب الله بلاطه وكانت على صدره مثل ما قال احدهم وشخصية قيادية وانزاحت. ليه؟ بيعتبر أن العقوبات هي حصلت بسببهم، وهذا أمر غير صحيح حسب ما بيقولوا الأمريكان. بيعتبر أنه خسر لأن العقوبات مبنية على ملفات، ملفات الأمريكان قالوا يوما ما بننشرها، أنا مش مخول لأنه ما شفت، بس ما خص بحزب الله. تاني نقطة، بيعتبر أنه خسر الشعبية المسيحية كرمال التحالف مع حزب. نعم خسر أكيد مسيحيا لأنه متحالف مع حزب الله ولا بالموضوعية، بس بنفس الوقت هو كسب كتير. وإذا بدك بالنواب اليوم بنحكي، بالبقاع كسب بفضل حزب الله، ببيروت الثانية، بمناطق أخرى كسب 3-4 نواب هيدي الدورة، وقبلها كان أكتر كسب وجوده واستمراره وقوته. فكان اليوم هيدا التموضع اللي كان بالساحة المسيحية لحاله بعيدا عن الحالة الوطنية لا ينتج بهذا البلد رواند. وبالتالي إذا كان يعتقد اليوم التيار الوطني الحر رح يكسب مسيحيا، اليوم ما في انتخابات من هون 3 سنين، بعد الناس بتغير وبتحكي وفي مستجدات وفي تموضعات وفي سلطة وفي أوضاع مختلفة. لأجل هيك
وإذا كان يعول بس على العامل القطري اللي كان موجود، بعتقد القطريين تراجعوا شوي. ما بعرف إذا بتعمل مادة تراجعوا لأنه السعودي منه مشجع باتجاه جبران باسيل. بعتقد التيار الوطني الحر هون أنه يغازل يرجع العالم العربي أو الدول أنه أنا تركت، والبعض عم بيقول أنه هو موعود بنهاية أدار بيفكوا عنه العقوبات. أنا معلوماتي بتقول لا، الموضوع اللي بتعلق فيه مش لأنه فك مع حزب الله أو ضل مع حزب الله، لأنه حزب الله اليوم إذا عمل رجع تفاهم الإيراني والسعودي بأكثر من ساحة، ساعتها بصير كمان بلبنان له اليد الطولة وبمباركة السعودية وغيرها. لأجل هيك اليوم في خسارة للتيار رح يكتشفها يوم بعد يوم. مسيحيا هل بيقدر يعمل تحالف مع الحزب القوات؟ حزب القوات بيعتبر حسب معلوماتي حتى بعد اتفاق معراب أنه التيار عمل فيه تركوا ملتزم فيه يلي كان بنص 50-50 بالسياسة بالسلطة، وتركوا حتى ملف أول ملف اللي عم بصير وتحجج بالكهرباء. هلأ مش معناته أن احنا ما منشجع التحالفات، لا بالعكس، لازم التحالفات تكبر وتكون إلى بعد وطني وما تكون إلى بعد طائفي، لأنه هذا البلد ما بيتحمل بس تحالفات وطنية، لازم يكون حتى عند حزب الله وغيره لازم يكون في تحالفات وطنية لحتى ما يكون في تموضع. بس أنا باعتقادي التحالف حتى الآن خلص، التفاهم انتهى، في مراوحة سلبية، ما في معطيات إيجابية، ولكن مش معناته أنه الباب تسكر. قد يكون هناك رضوخ من قبل جبران باسيل أنه أنا غلطت وأنا بمشي معكم مع جبران باسيل، أو ما بدي أقول غلطت عذرا، أنا برجع بمشي معكم مع سليمان فرنجية، فبترجع الأمور تمشي. بس كمان مطروحة بالميلتين أو الرضوخ لي يمكن إرادة حزب الله يمشي بسليمان فرنجي، أو من الميل التاني كمان في خوف أنه الرضوخ لسمير جعجع ويمشي بمرشح يقدروا يتفقوا عليه أو يمشي بمرشح القوات، ممكن تحالف على القطعة. أيها الأقرب إلى الواقع؟ ما هو جبران باسيل بده باثنين، خلينا نستعمل التعبير الشعبي حذرا هذا التوصيف، ولكن مثل هون بيقوس على هاي الإجر وهون بيقوس على هاي الإجر. يعني كمان هو إذا الجنرال جوزيف عون منه قادر يستوعب يصير رئيس جمهورية، كيف بده يستوعب أنه مرشح لحزب القوات اللبناني؟ هون في إشكالية كتير كبيرة. يمكن يكون في تفاهم، ليش لا؟ يمكن القوات بكرة إذا صار في تسوية كبيرة بالمنطقة يتفاهموا مع حزب الله أو مع الثنائي. مين قال لا؟ مين قال أنه الحزب القوات منهم براغماتيين؟ حزب القوات براغماتيين أكثر من التيار الوطني الحر، وحزب القوات بيقدروا بياخذوا بس حزب الله منفتح على الحوار مع القوات اللبنانية. إذا صار في تسويات، ليش ما صار مرة حلف غير مباشر بالانتخابات النيابية بال 2005 على ما أعتقد ومشي الحال، ليش حزب الله بده يكون مسكر على القوات؟ حزب القوات هو حزب لبناني بحق له يعمل أي تحالفات، مثل ما بحق للتيار الوطني الحر يعمل أي تحالفات. هلا بالاستراتيجية مختلفين، بس هذا شيء مش واضح استاذ عباس، لا لانه ما في اساسا اشاراته بعدها مش مبينه، وخصوصا بانه حتى الدكتور سمير جعجع مع الرئيس نبيه بري ما عم يعرف يتفاهم. لا هو كان مين بده يتفاهم؟ نعم دكتور جعجع ولا ما نزل على الحوار. هي هلا صرنا خاضعين للمزايدات. انا بحكي بالسنوات الماضيه وكان في دور، انا عم بحكي هي كان في دور، وانا بعرف كان في دور للوزير ملح مرياشي انه يعمل مثل مشروع تفاهم حتى مع الرئيس بري ومع حركه امل، وانا بعرف هذا الشيء. هيدي ايضا من بعد السنوات الماضيه بالفراغ. مش هلا، من سنوات ماضيه وما كتب له النجاح. وهلا اذا بتقولي له لمرح ملح مرياشي بحب هو يعمل جمع تيما، اذا بتقولي له انه تعال عمل تفاهم مع فلان وفلان حتى مع حزب الله وقت راح يسار حضري بالساحه وكتب عنه انه هل بيصير شيء، لا القوات قادرة إذا بدأ عند القرار. بس بعتقد تنتظر الإشارات الخارجية إلى علاقة بالتموضعات الإقليمية. وإذا اليوم صار في تفاهم برا أكيد القوات رح تتحرر أكثر بهذه التفاهمات السياسية.